من الحاجات كمان او الازمات كمان اللي يعني لقيت ناس كتير قوي يعني بحاول ان انا الحاجات كتير اللي كنت بسمع عنها او بقرا عنها في الفتره الاخيره، يعني بنحاول نعرضها ونشوف ايه، هل هي مشكله فعليه ولا هل هي مشكله مصطنعه من السوشيال ميديا، ولا هل هي مشكله في بعض المناطق وفي مناطق تانية الموضوع عادي موجود زي الرز مثلا. يعني لقيت ناس كتير قوي كاتبه انه في مشكله كبيره جدا في الرز، الرز مش موجود، ولو كان موجود بيبقى موجود باسعار عاليه جدا وكانه بيتباع في السوق السوداء، مع انه في ناس تانية بتكتب وتقول لا يا جماعه الرز موجود وموجود حتى في بعض المجمعات الاستهلاكيه. فما بين انه موجود ولا مش موجود، وخاصه انه في تصريحات رسمية بقى خرجت على هذه القصة وقالت إنه في بعض الممارسات من بعض التجار بيخزنوا الرز المضاربة، وده اللي أدى إلى إنها مش موجودة، ولو كان موجود بيبيعوه بسعر أعلى من السعر الطبيعي، وإنه كمان المفروض الفترة الجاية أو بدءا من يوم الثلاث الجاي هيكون في انفراجة وهيكون الأرز موجود في كل المناطق، والرز بالتحديد وجبة مهمة جدا 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 في مصر. يعني الرز والعيش حاجتين مهمين جدا 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 جدا، وجبة هامة جدا جدا على كل سفرة مصرية في كل مطبخ مصري، ولا يعني غنى عنه. معنا دكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية. دكتور أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك، الحمد لله على سلامتك، الله وأهلا يسلمك. وسهلا بالسادة المشاهدين. أهلا يا دكتور. القصة دي في أزمة ولا مفيش أزمة؟ ولو في أزمة إيه سببها؟ خليني أقول لحضرتك والسادة المشاهدين، إحنا عندنا فائض من الأرز، والأرز سلعة غير مستوردة. إحنا بننتج سنويا ما يقرب من 3.5 ل 4 مليون طن رز أبيض، هايل. يعني ده بيبقى تقريبا من 6 ل 7 مليون طن رز شعير. انت عارفه حضرتك الرز الشعير بيروح للمضارب وبيتم استخراج منه رز ابيض. الرز الابيض ده يا اما عريض الحبه او طويل الحبه، ويباع يا اما ان هو معبأ او غير معبأ سايب. يعني الحقيقه طبقا لاعتبار ان الارز زي ما حضرتك ذكرتي سلعة استراتيجية ضمن أهم 4 سلع، هي طبعا. الأقماح والرز والسكر والزيت. دي الحقيقة لا تخلو مائدة من موائد مصر من السلع الأربعة اللي أنا ذكرتها، وبتمثل حجم استهلاك كبير. إحنا استهلاكنا في الأرز ما يقرب من 3.6 مليون طن سنويا، يعني حوالي 300 ألف طن شهريا. ليس هناك مشكلة في أقول الأرز، إنما هناك البعض من بدأ يتاجر ويخزن الأرز ويضارب، ودخل الحقيقة على مجموعة التجار العاملين في هذه السلع الاستراتيجية مجموعات أخرى في محاولة لحبس هذه السلع. فما كان من الدولة إن هي اتخذت مجموعة من الإجراءات للضرب بيد من حديد على المضاربين في هذه السلعة ومن يخزنوا هذه السلعة، تمام، سواء من المزارعين أو التجار أو المضارب. وتم تمديد فترة، النهاردة طلع قرار من معالي وزير التموين والتجارة الداخلية إن كل من هو لديه أرز شعير أو رز أبيض من المزارعين أو من التجار أو من المضارب إن هو يبلغ بهذه طيب، الكمية. يعني افهم من كلام حضرتك ان الرز متوافر وموجود واحنا عندنا فائض كمان في الانتاج، لكن المشكله الحقيقيه اللي موجوده هي مشكله تجار، وده اللي بتتعامل معاه الدوله في الفتره الجايه. بشكرك شكرا جزيلا دكتور ابراهيم عشماوي، مساعد اول وزير التموين ورئيس جهاز تنميه التجاره الداخليه. شكرا لحضرتك. قبل